طيب هذا البعد الاجتماعي للاحتساب هل يمكن تأطيره وتضييقه بأن يتحول الاحتساب إلى عمل مؤسسي يخص بأفراد أو يخص بمؤسسة؟ لا ما يخص، لكن هؤلاء يكون مقدم، يكون في حقهم آكد من غيرهم كمن عينه السلطان لذلك، فيكون هذا وظيفة له يجب عليه وجوبا عينيا، وقد ما كان منه فرضا كفائيا عليه أصبح عينيا في حقه. يعني أصل التعيين مشروع؟ نعم هذا؟ نعم. وكيف نصنع بقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر، والتناهي كما تعرف التناهي مشترك، هو كما أنه لا يسقط عن غيره الفرض لكن يتعين في حقه هو فقط، لا يسقط عن غيره. لا طيب من رآه من غير أعضاء الهيئات أو الموظفين رسميا يجب عليه. هل يتفرع على هذا أنه لا يجوز قصر الأمر والنهي على طائفة بعينها؟ لا هو لا يقصر، بمعنى يقال لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. نعم لكن يقال لهذا أنت مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب لو قيل لا يأمر ولا ينهى إلا من كان من هؤلاء، لا كما فعل المأمون في بغداد مثلا أول ما جاء واستقر له الأمر نهى عن الحسبة حتى وقعت له القصة المعروفة. نعم لكن هذا غلط منه ورجع عنه. لا 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 يصح إذن. لا طيب هذا الموظف الذي سيتفرغ الاحتساب سيأخذ أجرة، هل يجوز أخذ الأجرة على الاحتساب؟ نعم بالنسبة لكل من قام بفرض كفاية لا يجب عليه هو له أن يأخذ الأجرة عليه على الراجح، وهذه المسألة هي اللي فيها خلاف مشهور. فالشافعية كلهم لا يرون الارتزاق على أعمال الحسبة وأعمال البر ويخالفهم الجمهور. حصلت قصة لقاضي حنفي، قاضي شافعي أقصد، جاءه معلم صبيان حنفي يشهد في شهادة فرد شهادته، فقال علامة رد شهادتي أيها القاضي؟ قال لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. قال وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على كتاب الله؟ قال أنا مكره. قال أكرهك على القضاء فهل أكرهك على أخذ الدراهم؟ قال هات شهادتك. قبل شهادتك. إذا سكت عني سكت عنهم. أخونا هنا الذي يتابع معي نبهني إلى مسألة، يقول إذا قلنا بأنه يسوغ أن يأمر وينهى غير المعينين من السلطان ألا يخشى من هذا حصول الفوضى؟ كيف هذا يتجاوز وهذا يتجاوز وهذا يعد حده وهذا يجمع 20 شخصا؟ أبدا. أنتم هنا مثلا في هذا الاستديو إذا حصل منكر هنا لا يعلم به أهل الحسبة في الخارج يجب على الموجودين أن ينهوا عنه، يبلغوا إذا رأوا إنسانا سيفطر في نهار رمضان يمنعونه، إذا رأوا من سيشرب خمرا، إذا رأوا من يفعل أي فعل محرم. طيب لو قلنا الاحتساب العام في الأمور العامة هل يمكن أن تقيد بالجهات المعنية؟ يعني أنا قد أنكر على شخص رأيته يفعل شيئا أو كذا، لكن والله مثلا أقيم منكر عام كبير في مكان، فلا ينبغي أن يذهب مجموعة للاحتساب إلا إذا كانوا مخولين. بلا ينصحون، لكن ما يستطيعونه هو النصيحة فيفعلون. ولهم ذلك. لهم ذلك. ولو بغير إذن. ولو بغير